تمرين يوضح كيفية تحديد تكلفة مخزون آخر المدة باستخدام الافتراضات الأربعة السابق ذكرها. فيما يلي البيانات المتعلقة بالمخزون السلعي لمنشأة الهدى التجارية خلال شهر شعبان 28، في 10/8 هناك مشتريات 5000 وحدة، تكلفة الوحدة 5 ريال بإجمالي تكلفة 25000. في 20/8 مشتريات عبارة عن 3000 وحدة، تكلفة الوحدة تم شراء الوحدة ب6 ريال بإجمالي تكلفة 18000 ريال. في 25/8 تم شراء 4000 وحدة، تكلفة الوحدة 8 ريال بإجمالي تكلفة 32000 ريال. إذن عدد الوحدات المتاحة للبيع عبارة عن 12000 وحدة، وتكلفة البضاعة المتاحة للبيع 75000 ريال. البضاعة التي تم بيعها خلال الشهر، في 22/8 تم بيع 4000 وحدة، في 27/8 قامت المنشأة ببيع 3000 وحدة. إذن إجمالي الوحدات التي تم بيعها 7000 وحدة، وحيث أن البضاعة المتاحة للبيع 12000 وحدة، إذن عدد وحدات البضاعة المتبقية كمخزون آخر المدة عبارة عن 12000 ناقص 7000 وحدة، إذن عدد وحدات المخزون المتبقية آخر المدة عبارة عن 5000 وحدة. السؤال: إذن كيف يتم حساب تكلفة مخزون آخر المدة هم 5000 وحدة، وأيضا كيف يتم تحديد تكلفة المبيعات أو البضاعة المباعة والمتمثلة في 7000 وحدة، أو بمعنى آخر كيف يتم توزيع تكلفة البضاعة المتاحة للبيع وقدرها 75000 ريال على كل من تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا والوارد أخيرا صادر أولا ومتوسط التكلفة، وبافتراض أن الشركة تتبع نظام المخزون الدوري أو نظام المخزون المستمر. في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون الدوري، الطريقة الأولى طريقة الوارد أولا صادر أولا، وكما ذكرنا فإن هذه الطريقة تقوم على أنه يتم تسعير الكميات المنصرفة من المخازن سواء كان ذلك الصرف للبيع أو للإنتاج بسعر أول كميات ورودا للمخازن أو بسعر أول كميات تم شراؤها، ذلك على النحو التالي: كما ذكرنا عدد وحدات المتبقية كمخزون آخر المدة عبارة عن 12000 وحدة وهي الوحدات المتاحة للبيع ناقص 7000 وحدة وهي الوحدات التي تم بيعها، إذن عدد وحدات مخزون آخر المدة 5000 وحدة. كيف يتم إذن تحديد تكلفة البضاعة المباعة أو عدد الوحدات المباعة وتحديد تكلفة عدد الوحدات المتبقية كمخزون آخر المدة في ظل طريقة الوارد أولا صادر أولا، وفي ظل افتراض أن الشركة تستخدم نظام المخزون الدوري؟ تحديد تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن 5000 وحدة بسعر أول كميات، 5000 وحدة في 5 ريال ب 25000، متبقي 2000 وحدة من البضاعة المباعة و 2000 وحدة بالسعر التالي وهو الكميات التي تم شراؤها ب 6 ريال. إذن إجمالي تكلفة البضاعة المباعة 37000 ريال، وعلى ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة وهي 5000 وحدة، 1000 وحدة ب 6 ريال و 4000 وحدة ب 8 ريال، إذن إجمالي تكلفة مخزون آخر المدة 38000 ريال، وبجمع 37000 ريال وهي تكلفة البضاعة المباعة، 38000 ريال تكلفة مخزون آخر المدة، المجموع 75000 ريال. وبالرجوع إلى بيانات التمرين سنجد أن 75000 ريال هي تعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع والتي تم توزيعها على كل من تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة. لو أن الشركة تستخدم طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، حيث يتم تسعير الكميات المنصرفة بسعر آخر كميات ورودا للمخازن أو بسعر آخر كميات تم شراؤها، وذلك على النحو التالي: عدد وحدات المخزون آخر المدة كما ذكرنا 5000 وحدة،
تحديد تكلفة البضاعة المباعة وهي 7000 وحدة، يتم صرف 4000 على أساس تكلفة 8 ريال للوحدة، 32 سعر آخر كميات وردت للمخازن ويمكن الرجوع إلى بيانات التمرين، ثم 3000 وحدة بتكلفة 6 ريال للوحدة 18000. إذن إجمالي تكلفة البضاعة المباعة 50000 ريال، وتكلفة مخزون آخر المدة هتتبقى بسعر أول كميات أو أقدم الكميات شراء 5000 وحدة في 5 ريال ب 25000، والمجموع هنا 75000 ريال، وهو يمثل تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. أما في طريقة المتوسط وفي ظل المخزون الدوري يسمى بالمتوسط المرجح بالتكلفة، والسعر المتوسط بيساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع على عدد الوحدات المتاحة للبيع. وبالرجوع إلى بيانات التمرين سنجد أن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع عبارة عن 75000 ريال على عدد الوحدات المتاحة للبيع 12000 ريال. إذن متوسط تكلفة الوحدة 6 ريال و 25 هللة للوحدة تقريبا. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة اتباع نظام المخزون الدوري فإننا لسنا في حاجة إلى ترتيب عمليات البيع أو الشراء ترتيبا زمنيا، حيث أن تحديد تكلفة البضاعة المتاحة للبيع أو مخزون آخر المدة يتم مرة واحدة في نهاية الفترة. إذن تكلفة مخزون آخر المدة وهي 5000 وحدة يتم ضربها في متوسط تكلفة الوحدة، هتساوي 31250 ريال.